صباحكم سعيد مجددا أحبتنا بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهذه الحلقة الخاصة أضحى مبارك بهذا العنوان العريض من هنا من عروس الشمال من محافظة إربد ومن قلب مدينة إربد من حديقة الملك عبد الله الثاني، هذه المكرمة الملكية، هذا الفضاء الكبير الواسع شاهدنا يعني الأطفال الانبساط الأطفال العفوية حقيقة بالفرح بالعيد، هذا هو العيد انه ننبسط العيد للأطفال نعم ننبسط معاهم عن انبساطهم فرحة الأطفال وفرحة وكل شخص كبير جواه طفل كمان بفرح بالعيد صحيح. عشان هيك صحيح. احنا بنحب اجواء العيد لانها حتى بتذكرنا بطفولتنا نعم كيف تذكرنا يعني كيف وانت صغير كنت رائع جدا بس كان العيد. يا دوب يعني يلحقنا بلون يعني الان البلالين بكثره طبعا احنا حبينا نتحدث يعني بهذه الصيغه من باب الطرفه يعني احبتنا حتى ندخل البهجه على قلوب من يشاهدنا بربوع الوطن الجميل وايضا من خلال الاردنيين بدول الاغتراب. نسرين معنا ضيوفنا الكرام مدير مديريه سياحه اربد الدكتور مشاعل القصاونه وايضا الاستاذه مها المراجده عضو مجلس بلدي غرب اربد. نتحدث ايضا عن الدور السياحي التنموي ونحن باحدى فضاءات يعني محافظه اربد السياحه الجميله يعني ها هو المياه من خلفي والبط يعني اذا شاهدنا وهذا الارتباط ترى بالسياحه وايضا دور التنموي من خلال بلديه غرب اربد. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا فيكم بدايه اهلا وسهلا فيكم وبنرحب فيكم في محافظه اربد وبنوجه معايدتنا لجلاله الملك وللشعب الاردني كل عام وانتم بخير بمناسبه عيد الاضحى المبارك والله يعيده علينا باليمن واليمان ان شاء الله دائما والامن والامان والبركه. محافظة إربد كسياحة يعني تتنوع فيها المظاهر السياحية والمقومات السياحية بحيث أنها تحتوي على كافة المقومات السياحية التاريخية والثقافية والتراثية والعلاجية والسياحة الطبيعية. فمن حيث المواقع السياحية توجد في مدينة إربد حوالي 130-150 موقع أثري وسياحي وهي من أكبر المحافظات على مستوى المملكة باحتوائها على هذه المواقع والتنوع الموجود في داخل هذه المحافظة. طبعا تولي وزارة السياحة والآثار اهتمام كبير لهذه المحافظة في المشاريع السياحية والعناية بتوجيه المستثمرين والاستثمارات لهذه المحافظة للتنوع الموجود فيها ولكثرة المواقع الموجودة فيها. عناية كبيرة أيضا من قبل مديرية السياحة في الناحية التراثية والمقومات التراثية حيث تحتوي محافظة إربد على مباني تراثية قامت وزارة السياحة بإعادة تأهيلها وترميمها وإعادة الحياة لهذه المباني التراثية وإحيائها عن طريق عقد النشاطات واللقاءات السياحية والأثرية والتراثية بالتعاون مع العديد من المؤسسات والجمعيات الناشطة في المجال التراثي عن طريق عقد الدورات التدريبية لتعليم الحرف والصناعات التقليدية لأبناء المجتمعات المحلية لتفعيل هذه المجتمعات مع القطاع السياحي لتدريب أبنائنا على حرف وصناعات تقليدية للحفاظ عليها من الاندثار ولديمومتها أيضا لتعيش أكثر. نتعاون دائما مع الجمعيات السياحية في عرض تراثنا في عرض أزيائنا التراثية في عرض الحرف التقليدية في أكلاتنا الشعبية في الفرق والدبكات الشعبية زي ما شفنا معنا في هذا اليوم المبارك. هاي التراثيات أو هاي المقومات التراثية إذا ما كان في جهة تحتويها وتحافظ عليها وتحتضنها وتحتضن الإبداع فيها فتندثر. وإحنا طبعا همنا كبير في المحافظة على هذه المقومات أكيد والسياحة صناعة يعني صحيح. إحنا لما بنعمل مكان زي هذا المكان إحنا اللي أوجدنا عملنا أنه مجهز وفي مرافق كمتنفس للناس يعني إن كانوا أردنيين أو غير أردنيين. نعم ست مها مراجدة يعني حابين نعرف دورك كعضو في المجلس البلدي أيضا غرب إربد، شو دوركم في صناعة السياحة في الحفاظ على التراث في التنمية أيضا للمرأة في إربد؟
أول شيء صباح الخير وشكرا كثير لكم، أهلا وسهلا فيكم في عروس الشمال، وكل عام والأردن والملك بألف خير وصحة وعافية. أنا تخصصت في شيء معين وحبيته، تراث جداتنا حافظتنا، أنا بجمعية المورث الشعبي الأردني كمان، حافظنا على التراث اللبس الأردني الحقيقي بأزياء أو بكل مكوناته. فالحمد لله أنا عروض الأزياء عندي دائما تراثية من محافظة، يعني تخصصت كمان في محافظة الشمال. يعني هلأ رح تشوفوا يعني زي الفلاحي، زي الفلاحي جداتنا الشعبية حتى تكون مثل ما هو. لا زي ما هو أنا هلأ رح تشوف العرض زي ما هو، ما فيش عال. أنا طورت، أنا اللي لابسها متطور شوية، مطور اللي انا لابسته مطور كمان. انا لا هلا يعني انا بفضل دائما عروض الازياء، لما بطلب مني اني اعمل عرض ازياء بحكيهم انا بعرض ازياء جداتنا. شو كانت تلبس جدتي؟ الثوب هالاسباد بحطتها بشماغها بشمبرها بكل يعني مقاييس الثوب. احنا رح نشاهد دخول يعني العارضات الازياء بالثوب الفلاحي الاربداوي. الاربداوي اول صبيه رح تدخل هلا. نعم. هي فعلا لابسه ثوب جداتنا، الثوب الاسود اللي ما عليه اي تطريز، كانوا يلبسوه بالحياه اليوميه العاديه. مع كمان تلبس حطه حمراء، طبعا الحطه بشكل عام كانوا يلبسوها في المناسبات، في الاعراس، في الاعياد، بالزياراتهم اللي ما بيطلعوا زيارات طبعا بحطوا تحتها العرج، طبعا العرج الذهب مع العثمانيات مع الفضه. ما زال يعني الان ما زال في صبايا في صبايا يعني بحافظوا على هذا الزي اللي بنفتخر فيه حقيقه، بحبوه بيلبسوه. احكي لكم يعني بصراحه صاروا بليله الحنة اغلب الصبايا بيعملوا تواب وبيلبسوها، تواب حطة بعرجة بكل شيء. بيجوا ايام زي ما الحطة غالي كثير صارت هلا تقريبا 400 دينار ثمنها، فايام بياخذوها. انا عندي مجموعه حطات بيستاجروهم، او انا بصراحه الاغلب ما باجر، بعطيه هديه انه تلبس العروس ليله حناها. فالحمد لله هلا العرض كمان في عنا بعد تطوروا شويه، اللي بس صاروا يطرزوا فيه جداتنا، قعدوا تحت الشجر هيك صاروا يطرزوا ويزبطوه. احنا هلا الصبايا دخلوا كلهم فيه كمان، رح يكونوا لابسين. نعم. بعدين تطور شوي صاروا يطرزوا عليه بالالوان، بتعرف الابيض الساده او الحمر الساده، الشيفون مرات هلا هلا بالكمام. انا ما يعني بصراحه كل التواب التراثي كان بس زي ما هي التواب جاتنا قبل 100 سنه و50 سنه، يعني فعلا انا عندي مطور كثير بس ما جبت، انا بس لابسه انا قطعته مطوره فقط. بس في اشياء احنا حبينا نتركها زي الفلاحي طبعا، يعني كونه متحدث انا لأن الصبايا لابسين حبيت أميز حالي عنهم شوي. لا بس في بتعرفي في شغلات كمان بتكون من الأثواب القديمة، يعني بعيد بالتطريز لأنه يدوي يدوي بيكون عمره مثلا 200 سنة 150 سنة، عندي فبنقص بعيد تدويره وعيد تدويره كله موجود، استخدام بيكون على ثوب آخر على قماشة ثانية. عملته على شيفونات، كان عندي ثوب أكثر من 100 سنة عمره بس القماش كثير كان تعبان، أخذته وحطيته على أشياء كثير كثير حلوة. بس انا طلب مني عرض ازياء تراثيه، لبستهم الحطه السوداء والحطه الحمريه، الشماغ الاحمر، التطريز بين ابرتين الرقمه، هذا التطريز الارداوي يعني برواء الرمته ولواء بن كان بيمتازوا فيه بين ابرتين، زائد ان في داخله الرقمه بيسموها بطريقه كثير حلوه، يعني حتى مش البطله المصلبه للعلم، هي بتيجي بطله مد مش مصلبه نهائيا، تمتاز فيها محافظه اربد بهي الرسمه وبهي التطريزات. حبيت انا محافظه كمحافظه يعني كمحافظه كل محافظه بكل كل هلا لواء بن كنان لواء الرمثة الثوب لهم ثوب يعني بين دق الالماني اللي لبسته الصبيه هلا مشيت اول دق الالماني ولا دق الماني؟ دق الماني دق الماني دق الماني هو اصلا اسمها لانه اول ماكينه اجت من المانيا وطرزوها وسموها لان الماكينه صناعه المانيه كانت فسموها دق الماني دق الماني بعدين مشيت دق الماني مشيت والشويره الحمراء يعني الشويره الحمراء لابسين الصبايا ويا الشويره الحمراء يعني عن جد بعدين صارت اغاني العطاره كثير حلوه يعني الثوب الابيض اللي لابسته الصبيه اللي هلا بيطرزوه ابيض ساده خمر ساده يعني نيل الساده فكثير حلو لابسه. انا مبسوطه اكثر شيء من الصبايا اللي لابسات الحطات بطريقه كثير حلوه مع العرج مع الشمبر كمان اللي جنب جداتنا الاصيل
اخذ صبيه لبست الثوب او الشماغ الاردني، عملناه بطريقه ثوب حلوه كثير. هي الشاعره وهلا ان شاء الله تسمعوا شعرها، صبيه كثير رائعه وراح تحكي قصائد شعريه. انا عندي الموديلات ستي، اذا بدك الحلقه الثانيه بجيب لك الموديل كله شو طورت عليه وشعرت عليه ان شاء الله، حتى مع الاكسسوارات. هلا ان شاء الله يعني لقدام كمان نعرض المطور. اكيد احنا رح يكون معنا ازياء بعد شوي مطور للمصممه كلها. بصراحه كجمعيه تنمويه يعني بنعقد دورات تدريبيه للصبايا، هلا صار الصبايا منتجات، حتى الاكسسوارات القديمه التراثيه كانت بالفضيات والاشياء هي دربناهم للصبايا، صاروا منتجات. يعني الشغل هذا بصراحه يعني انا عندي تقريبا مش اقل من 15 شاب وصبيه بيشتغلوا معي في المشروع اللي انا بشتغل فيه بشكل يدوي. بشكل يدوي اغلبه يدوي كله عندي، في عن ماكنه بس الطلب على اليدوي. الان بدي انتقل والعوده الى مديريه سياحه اربد وارتباطها بالموروث الشعبي ايضا. احنا نشاهد الان ايضا الألق وعبق الموروث والتاريخ والحضارة وتواصله الأصالة الآن مع حاضرنا، يعني مشاهد ريحة جدادنا يعني وجدودنا من خلال عملهم والثواب اللي قاعدين احنا بنشاهدها. ارتباطه بالسياحة الآن من خلال الجمعيات أيضا التي تعنى بهذا الشأن. ارتباط السياحة بالموروث ارتباط الروح مع الجسد، يعني أنت ما بتقدر تفصل الروح عن الجسد، فإحنا على تواصل وداعمين وحاضنين لهذا التراث من خلال عرضه باستمرار بكافة فعاليات وزارة السياحة والأثار ومديرية سياحة إربد بالذات. يعني حتى في هذا الخصوص نعقد أمسيات نطلق عليها أمسيات تراثية لعرض هذا التراث الأصيل، وأنا مع حتى أنه نحافظ على هذا التراث ونحاول أنه لو طورنا احتفظنا بالأصل منه وطورنا الأشي الجديد على أساس نعرف يعني كيف الحديث مع القديم. صحيح. ودمج الحديث مع القديم وعرضه للأبناء للمجتمعات حتى المحلية حتى يكون جاذب للأجيال ويكون جاذب. نعم يعني هلأ اليوم زي الزي اللي لابسته ستي مثلا شو ما أجمل هالقطعة، هي دمج ما بين التراث وما بين الأصالة والمعاصرة. هلأ من خلال كافة نشاطاتنا احنا كوزارة السياحة ومديرية سياحة إربد نعقد مرات يعني احيانا كثيرة فقرات متخصصة بالتراث. طبعا وستمها دائما هي شريك اساسي، هي وكافة اعتنوا بالتراث من خلال العرض اللي احنا عارضينه هذا لشاعر الربابة المعروف عندنا اللي هو عبد الكريم الشرمان. هذا الموروث هو متنوع سواء بالازياء سواء بالشعر سواء بالاكل بالكلمة. صح. الكلمة هي الكلمة والقصائد الشعرية القديمة التراثية اللي بتحاكي التراث الشفوي. فاحنا هذا كله دكتورة مشعل يعني خلينا نحكي عن وجود صرح مثل هذا الصرح اللي احنا موجودين فيه. نعم. وحدائق الملك عبد الله الثاني في إربد، يعني في احنا شفنا بحدائق الحسين بعمان عم بصير من كذا سنة، وأمانة عمان تشتغل عليه مع بتعاون مع وزارة السياحة مهرجان صيف عمان. ليه ما يكون في مهرجان صيف إربد مثلا حتى يكون جاذب للمحافظات الأخرى أنهم يجوا يحضروا حفلات مجانية احتفاء بالصيف، وهو صار جزء مهم في صيف الأردن وجود المهرجانات إن كان بجرش إن كان بعنفيس بعمان بالبحر الميت بالجنوب. مهرجانات هلا احنا مهرجان محافظة إربد بنعقده في أم قيس كونه موقع أثري، والهدف من المهرجانات هو ترويج لمواقعنا الأثرية والسياحية. ولكن أنا أكثر من مرة حكيت مع عضو رئيس بلدية إربد بأنه في تخصيص جناح في هذه الحدائق المميزة بحيث أن نعمل على غرار سوق جارة سوق إرابيلا. هذا السوق يعرض فيه الحرف اليدوية والصناعات التقليدية المميزة لمحافظة إربد بألويتها التسعة. يوم في الأسبوع نجمع هذه الجمعيات وعندنا حرفيين عدد هائل في المحافظة صراحة، بحيث نعطي دور لكافة الحرفيين بأنهم يعرضوا منتجاتهم وينعرفوا على المجتمع المحلي وينعرفوا على مستوى المملكة مش على مستوى المحافظة. طبعا عقوبة رئيس البلدية متعاون جدا ورحب بالفكرة، وإحنا حاليا في صدد التجهيز إلى بحيث أنه ناخذ جناح في هذه الحدائق، خاصة أن الحدائق تشهد يعني أعداد كبيرة من الزوار سواء بالأعياد أو بالأيام العادية. دكتورة أنا أضم صوتي لصوتي وأكيد أيضا من يشاهدنا الآن
بتخصيص الفضاءات اللي تحدثت عنها هنا بحدائق الملك عبد الله الثاني المكرمة الملكية، ورئيس البلدية كان ضيفنا قبل قليل ويشاهدنا الآن عبر الشاشة، وأتمنى أن الرسالة تكون وصلت باسمي وباسم نسرين وأيضا المشاهدين الكرام. الفضاءات تستحق منا الأفضل. ويعقد هنا في هذه الحدائق صراحة حفلات فنية تراثية على مدار الساعة، يعني يوميا بتلاقي في عندك فقرات فنية تراث، الحفلات، المسرح، هي متنفس لأهالي إربد ومتنفس للمثقفين ومتنفس للفرق التراثية كافة في المحافظة. ست مها، يعني إيش كمان بتقوموا بالحفاظ على التراث غير الأزياء؟ يعني شو المهام اللي بتقوم فيها جمعيتكم؟ هلا أكثر من هلا كمان التراث بدنا نوثق الكلمة المحكية الشعر، يعني مثل بال2011 مثلا ليلة في الجرش كان كل ثوب عليه قصيدة، وعلى الربابة كان في شاعر اسمه بيان فارس كتير رائع، كل صبية لبست ثوب مع الأغنية وتدخل، كان عرض كتير رائع في على المسرح الشمالي في جرش، وكتير نجح العرض، وحابة فعلا جدا أعيد نفس العرض، ثوب قصيدة شعر غناء توثيق، هذا يعني كتير حلو، كل من تراثنا الأردني الأصلي، كل رجعنا لكل أيام جداتنا، لما تقول لما تحكي فلان يما ثويبر رقمتي وحطيت البعدة، يعني كتير حلو يعني، وغنوها بطريقة كتير حلوة. أيضا عزيزتي الشعر، يعني الشعر المحكي كتير منركز عليه، الأكلات الشعبية يعني صار عليها طلب كتير، دربنا الصبايا عليهم إنه يعملوا هم مشاريعهم الإنتاجية، صاروا يبيعوا يعني عصيرة الشعر. أنت بتحكي ست مها عن الشعر، الآن في صبية معانا على الهواء من الصبايا الموجودين أمامنا حابة تلقي قصيدة، خلينا نسمع منها شو حابة تقول.